قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي، وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في الأعوام القليلة الماضية، منها حقل ظهر البحري العملاق الذي يحوي على احتياطات غاز تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.